أنا محمد ملاك، سيناريست وكاتب مسرحي. هذا عملي القديم. أنا من سوريا، من مدينة بجنوب سوريا اسمها السويدة. نحن اليوم بغازي عنتاب، يعني موجودين بتركيا. لما بدأوا الأمن العسكري كان يعني فرع من فروع الأمن، والأمن العسكري كان يعني بدأ يبحث عني، بس كنت عم بشتغل باسم سلطان. شي 25 يوم ما فيني روح على المكتب، ونمت عند رفقاتي. يعني بفترة من فترات قلت يعني فيني جرب روح بالليل أو شي هيك. يعني تسللت على شقتي، وشقتي هي بطابق رابع. الهدف طبعا انه انا بدي اتخلص من كم من الاوراق موجود. طبعا عامل الستاير وفردت عاد كثير من هدول الاوراق. في ورق بدي يعني كنت عم حله وعم حاول حله بمي، وبدي كبوب تواليت، وفي ورق اخر. بشي ساعه 4:30 ليلا وبينطرق بسمع طرقات على الباب، وبالظاهر من يعني خفت، فصار تنفسي سريع كثير وجف حلقي، صرت بدي اسعل. فمشان ما يطلع الصوت فحملت غطا من الارض وحطيته على تمي. فانا اتخذت قرار سريع، انه ما كنت متاكد لو كلهم نزلوا وضل حدا، يعني كلهم نزلوا او لو نزل بعضهم وضل حدا، لكن حملت بعض الاغراض ومنهم اللابتوب يعني والهارد، وفتحت الباب وطلعت على السطح. وضليت للساعه يعني تقريبا 7:10 يمكن. اغراضي وغدرت، وها كان اخر يوم يعني بشوف مكتبي، اخر يوم بشوف كتبي. يعني كنت عم فكر انه بعد سنه من يعني من العمل، لو ما كانت الثوره كنت رح اتقاعد، يعني كان فيني اتفرغ. عندي كان مشروع ادبي عم بشتغله، وكان يعني كان الشغل رح يستمر، كان صار في بيت وصار في سياره وهدول كلياتهم. بس اكثر شيء اليوم بفكر بالكتب. كنا جزء من هذا من هالثورة، لأنه ما كان ممكن نكون بمكان ثاني. عملنا للثورة السورية وللسوريين عامة، وبالتالي عملنا بكل المناطق. حاولنا بالأماكن اللي بدأ ينتشر فيها التوتر والحساسيات والخوف، عملنا يعني بمجال الأدوية ومجال الإغاثة ومجال الإعلام، ساعدنا الناشطين. بعد سنتين من العمل صرنا مطلوبين للنظام، واضطرينا نهرب من البلد. يعني كل حدا بسوريا هرب بطريقته الخاصة، وأنا كان عندي كمان يعني قصتي الخاصة لأهرب. باليوم أنا بدير المركز السوري للصحافة والنشر، اللي جزء منه مجلة ضوضاء ومجلة سيدة سوريا، وأيضا يتبع له وجزء من مشروعه يعني محاولة ملء النقص اللي بالمشاريع اللي بتشتغل على موضوع المرأة وتحرر المرأة. العمل على تشكيل رأي عام نسائي، تعريف النساء بحقوقها وجعل صوتها مسموع. اثنين، العمل على تمكين النساء اقتصاديا وصولا الى تمثيل سياسي. على الأرض يعملوا معنا من السيدات السوريات الرائعات، واللي عم يبذلوا جهد أسطوري وعم يعملوا بطولات كل يوم تحت القمع وتحت القصف وتحت المعاناة وتحت فكر التطرف وتحت التشدد وتحت الظلم والانتهاكات اللي عم تحصل عليه هون. لكن كل يوم تكتشف هذه الإرادة الصلبة لقلهم، اللي نحن بنستمد منها قوتنا واللي نحن عم نتابع فيها العمل. حقيقة أنا بس شوف إرادة السوريين، بس شوف إرادة الشبان سوريا والفتيات سوريا، بس شوف إرادة الآباء والأمهات بسوريا للاستمرار بالحياة، للتشبث فيها لأقصى حد، إن كان الغارقين بالبحر، وإن كان اللي تحت القصف، وإن كان اللي عم يحاولوا يبنوا، وإن كان النساء اللي ما زالت عم تزرع بالقصص النباتات شيء من أجل الطعم ولادها. هدول المتطرفين اللي العالم بدأ ينحط بهذه المعادلة، يا أما بشار الأسد يا أما داعش، فبيختاروا بشار الأسد على كل مساوئ، لأنه بشار الأسد وداعش حلفاء طبيعيين، من حيث أنه هن اثنين ضد حياة سورية ومدنيتها وتعدديتها. وحقيقة طبيعي كثير أنه يكونوا القتلي هن بخندق واحد،
ما زال في حدا بيقول لازم بشار الأسد يضل أو ما فينا نشيل بشار الأسد أو لازم نتفاوض على خلفية إنه يكون بشار الأسد سقف ونحن بنمشي بنكون تحته. ها أمر سيء كثير، ها أمر عم بيحيل السوريين لحالي من اليأس، عم بيخليهم يهاجروا، عم بيخليهم السوريين ما عم بيهاجروا بمقدار ما هم عم بيهربوا من الموت. هي رحلة بتاخدك من تحت الصواريخ، من تحت سكين المتطرفين، ومن تحت براميل بشار الأسد، من تحت الجوع، لتحمل أطفالك ما بين إيديك وتهرب فيهم إلى مكان يقدروا فيه يتنفسوا ويأكلوا. تتخيل شعورك تجاه أب عبي أولاده يعني بالماء حواليه وهو ما بيعرف إذا بده يمسك هاو ويجيبه ولا بده يمسك هاو ويجيبه، وهني قذفتهم الأمواج. أنت تتخيل هذا أب في عيش؟ هيك عاشوا السوريين. السوري اليوم ما بيوصل من الترف على أوروبا، ما بإرادتهم السوريين اليوم بيهاجروا على أوروبا. ما فيني اليوم فكر يعني دير ظهري وغادر فجأة، لأنه أولاً في مئات الناس بيعيشوا على هذا المشروع اللي نحن بنشتغل فيه نحن وياهم بالشراكة، بنتشارك سوا هذا الحلم. أنا ما فيني خذلهم، ما فينا نوقف اليوم، لأنه يعني نص ثورة هي مقبرة، ونحن ما رح نسمح بأنه هذا الحلم يتلاشى، لأن بدنا ندافع عنه. نحن اخترنا الطريق السلمية، اخترنا أنه ندافع عنه بالإرادة الخيرة وبالكلمة الحرة، بأنه نرجع مثلا أنا وأسرتي نعيش مرة بمدينة وحدة. نحن مشتتين بكثير بلاد وبكثير مدن، برجع بحلم مرة ثانية كون جزء من كتبي، لطل على الجبل اللي كنت شوفه وعلى السهل اللي كنت شوفه وعلى النهر اللي كنت أقعد جنبه. كل هدول الأشياء أنا بحلم فيهن وبظن إنه ما زال في فسحة من وقت لأنه نحققهم.